وقتي كنت ناطرته بعد ما اجيت. ما إلا بالعادة تتأخر. شو قولك؟ رحت لبكرة؟ ألو؟ إيه حياتي؟ لا بعد ما وصلت. إيه أوكي. إيه خلص على البيت. أوكي حياتي. أنا كمان. باي. بعده كميل عم بفكر بالسفر؟ متذكرين يا نادين، امبارح رح اقدم ورقه على السفاره الكنديه، ان شاء الله ما يوافقوا. يا رب دخيلك ما يوافقوا. وقدمتي معه؟ شفتي لك شي ارزه فالي؟ بلا رومانطيقيه هلا، ليه ما بتقدمي؟ لك شو نادين، وين بترك امي وبيي؟ ما بدي اترك بيروت بعدين انا. ليش شو بقي من بيروت؟ انا لو معي شهاده او عندي حدا برا ما بضل دقيقه بعد. شوفي هيدا اللي عم بتقوليه انت، هيدا اللي بدهم اياه، انه نفل كلنا. طيب وإذا كميل أخذ الفيزا تتركيه يروح لوحده؟ أنا خليكي نادين، ما بدي أفكر بالموضوع هلا. أنا فيلة، بدك شي؟ الله معك، انتبهوا على الطريق، عم بيقولوا بدهم يردوا على مشكل امبارح. لك يؤسف عمره اثنينات. ولك يا هلا، يا هلا، يا هلا، لك يا هلا يا حبيب القلب. صرت حبيب قلبك كميل بدون لف ودوران. شو بدك؟ بليز في صوين على الطابق السابع، عمل معروف، وصل طلبيتك وطلع خدهم، رح اتاخر. شو شاري ناطرة؟ طب يسلمني اللي بالقطع الطاير. يلا تشاو تشاو. لك كمون، بكره جامعتنا عندهم اجتماع، غير عقلك وطعمانا. حسام قلت لك ما بدي يكون مع حدا. يا حبيبي ما عاد يمشي الحال، صار لازم تكون مع حدا. خيي بدي يكون مع حالي، يمشي حالي؟ بتروح عليك. هاي أرزة، كيفك؟ أهلا ريما، كيفك أنت؟ أنا ماشي الحال. بتعرفي؟ كتير حلوة كنزتك، أكيد هيدي كادو من كميل. لا يا ريما، هيدا أنا اشتريته من يومين محل بيتنا. عن جد؟ إيه كتير حلوة عليك. ميرسي. لكن ما قلتي لي، سمعت انك طالبه تنقلي على الهاوس كيبينج. اوف دخلك دهري، عرفتي؟ ولو في شيء بيتخبى بهالاوتيل؟ ايه مزبوط، ان شاء الله تقبل مدام اولغا. رحت اليوم لشوفها ما لقيتها. ايه مفرسه يومين، رح تتعذب قريبه بالضيعه. قريبينها؟ ايه لياس المحامي اللي استشهد باخر انفجار. لكن ما قلتي لي ليش ناوي تنقلي لعنا؟ عم يضيق نفسي من البخار. اسمعي مني وما تحاولي، لأنه ما رح ينقلوكي. عندي تقرير طبي. ايه وإذا؟ شو هممهم هن؟ ليش؟ بيقولوا لك إذا مش عايز بيك فلي، شايف الوضع بهالبلد؟ بدهم بنا قيس موظف. على كل حال أنا عم بنصحك، أنت وضعك مش منيح. شو يعني وضعي مش منيح؟ يعني حبيبتي انت بعد ما تثبتي
وعم تشتغلي لتطلعي اجري تعليمك. عارفه ليما، عن جد ميرسي كثير على نصيحتك، كلك ذوق. اهلين. اعتذار، اعتذار شديد اللهجه. حياتي عم شد، سوري اني تاخرت. بوز جاكيتك سامحني. هلا عجي تاخذ برد. جاكيتي حنانك اللي بدفي، جاكيت بتدفي. الناس شو معقول؟ حياته طب خلص. تعي تعي ما فير ليدي بليز. قد ايه معنا وقت الكزدوره معلم؟ قد ما بدك. ليه ما عندك جامعه اليوم؟ لا ما في جامعة اليوم، مع تصميم كرمال طالب اللي تقوص من يومين. بتعرف شو؟ عم فكر روح كون معهم شوي. بس حياتي ما راح تقدمي ولا تأخري. بنروح من كزدر نحن. مقهور وما بدي ضلني مقهور وخايف. والحل انه تفل من هالبلد، ما هيك؟ هيك بدك تقول؟ انه عندك شي معجزه ثانيه؟ لك يا حياتي بكره بتروق غيمه وبتمرق مثل ما مرق غيرها، هيك بدها تضلها لحالك لعمرها حياتها يعني؟ والله كثير متفائله انت. حياتي نحن عنا بدنا نضلوا نتقاتلوا لاخر العمر. ونحن بدنا نضلنا ندفع الثمن لاخر العمر. أنا ما بدي موت بالغلط على غفلة. ولو حياتي بعيد الشر عن قلبك، ما تجيب سيرة الموت بقى. بعيد الشر؟ الشر حياتي مش بعيد، قريب لينا. محاوطنا من كل الميلات. افتح المحطات اللبنانية. من الصبح لعشية توابيت وجنازات. هذا البلد خلص. كل عمره كان يقولوا لي اللي عنده مرقد عنزة بلبنان. العنزة صار بدها تضب أغراضها وتفل. بس بقى حياتي ولو لهالدرجة ما عندك ثقة بقى؟ نعم بطل عندي ثقة. ما بدي كمل حياتي بالروم سيرفس. لك أي روم سيرفس يا حياتي؟ بكره بتروق الحالة وتخلص جامعتك وبتشتغل شغل أحسن. شغل أحسن عندنا بالبلد؟ بعدين امتى بدنا نخلص الجامعة؟ طب هيدا انا صار لي 4 سنين موقف. انت هلا قديه صرت موقف من ورا الاحداث؟ 26 مرة. 26 مرة معطل من الجامعة. وكل ليلة مش عاملين اعتصام كرمال هذا صديقه؟ كرمال مين مات؟ لك من شان شو مات يا الله؟ خلص حياتي بلا هالسيرة بقى، على اساس طالعين نغير جو. بنص الجو بغير جو بطفي الضو وبيرعبني. بتعرف يا عمي بحبك. بحبك بعدين مش مهضوم انت ومقهور. سوري مدام أولغا تنقلني. ألف مبروك، ألف مبروك. طب يلا لحقي حالك بالصحة بيخلص البريك. هاي، فيني أقعد معكم؟ كل الطاولات معباية. أهلا. ليكي ريما،
خبرية حلوة، قولي لي مبروك. عرفتي إنه قبلت مدام أولغا تنقلني؟ صحيح؟ إيه مبروك، كنت خايفة عليكي. سمعت الأخبار؟ قال لقطوا سيارة مفخخة على المكلس. والله؟ عن جد هالحالة بهالبلد ما بقى تنطق. معك حق تفكر تهاجر. أنا كمان مثلك عم فكر فل. من وين عرفتي بدي هاجر؟ مش متذكرة مين خبرني. لو عم فكرت فل أنت؟ محل ما أنت مفكرت فل. عكازا؟ عندي هونيك قريبين فاتحين مكتب للهجرة بكيباك، عم فكر ابعت لهم ورائي. كيف يعني مكتب للهجرة؟ يعني إذا واحد بده يهاجر على كندا، هن بيهتموا له بكل معاملاته مع الدولة الكندية وبياخذوا أتعابهم. وبتزبط معهم؟ أكيد، ما هيدا مكتب رسمي ومرخص. على كل حال، في كذا حدا من عائلتي صار رايح عن طريقه. طيب، بتعرف قد ايه بتكلف؟ ما بعرف، بس إذا بدك بسألك. عن جد بكون ممنونك، ميرسي كثير. تكرم عينك، كم كميل عنا؟ حياتي مخوره من الجوع بشرفك عجبا. يلا بل عندي سويت واحد. طب بعد الغداء؟ لا هلا طلبوا مني انه لاتكم. اوكي ما تعجبوا ناطرك. يلا باي. بعتذر استاذ، بعتذر. في داعي للاعتذار. بعتذر استاذ، اذا بتحب ترتاح بروح وبرجع بعدين. لا ما في مشكله، بتنسي هالظرف ومش الحال. انت من بيروت؟ انا اصلي من مشغره بس خلقانه ببيروت. بيقولوا بنات مشغره حلوين. حضرتك من بيروت؟ انا عايش برات البلد، عندي بزنس ببيروت، بيجي كل شهرين مرة. اسمي رجا. تشرفنا. انت شو اسمك؟ اسمي أرزي. شو حلو هالاسم. بس بتعرفي كان لازم يسموكي أمل مشغلة. كيفك؟ ماشي الحال. استفسرتي لي على الاسعار؟ ايه، سالت لك ابن جيراننا وقال بتكلف بين $3,000 و $5,000. اوف كثير ولو. طيب شو رايك اذا بقول لك انه عندي وحده صاحبتي جوزها هاجر من جمعتين، بركي بنروح لعندها وبتاخذ معلومات دقيقه اكثر. ممتاز، استفسري منها. طب ما بتروح معي؟ نسالها سوا، بركي خطر على بالك اسئله ما خطرت على بالي. يلا اوكي، واي نوت. بنخلص الدوام نلتقي تحت؟ اوكي. نمشي مع بعض. يلا ميرسي. حبيبي حياته
معنا نص ساعة نجازي قبل ما توصلنا على الجامعة. حياتي مضطر وصلك دغري على الجامعة، جاي معنا ريما هلا بتظهر معنا مشوار. ريما؟ بدها تعرفني على وحدة صاحبتها، قال عندها معلومات عن هجرة على كندا. هلا حياتي كل ما بدي خبرك هالخبرية بتقلب خلقتك كمان. لك معلومات شو؟ مش على أساس قدمت ورقك على السفارة؟ حياتي هونيك في مكاتب طلع بكندا بيتعاطوا مباشرة دغري مع الحكومة، إنه صاحبتها بتعرف. بشرفك، ما تعملينا بهدلة هلا ما. هاي أرزة، هاي كمير. هلا هلا، تفضلي. يا. الو سلام كيفك؟ وينك؟ شو نسيتي موعدنا؟ انا وكميل عبابك. اه طيب اي متى بترجعي؟ اوكي منشوف باي. اضطرت تاخد ابنها عند حكيم سنين، قال ما رح تتعوق. يلا ماشي خلص، تفضلي لوصلك. كميل عن جد انا كثير خجلانه منك. يا عمي خلص ما في شيء، يلا تفضل. ليك كميل، في كافي شوب قريب من هون، شو رايك ناخذ فيه شيء لبين ما تكون رجعت؟ خلص معلش، مرتي جاي بتكون موجوده. ولو بترفض العزيمه؟ هيك هيك ساقبت وظهرنا مع بعض. طيب يلا. يلا. تعريف انت كثير بتتغير بنتي بالشغل وهلا. اي احلى عينيات حلوين. تسلمي. حسيت انه ارزه تضايقت لما ركبت معكم بالسياره اليوم. ابدا، بس يعني كل ما نفتح موضوع السفر هيك بتقلب خلقتها. اوف ليه؟ ما بدها اياك تهاجر؟ انه من كل عقل البلد بعده بيزبط عنه. بفهم من كلامك انه اذا زبط ورائك معقول تفل لوحدك؟ انه بدنا نشوف. هلا متفقين متجوز، بسافر انا، بس استقر هونيك ويمشي حالي ببعد وراها. يعني في نية زواج، قصدي مش عم تتسلوا. معقول ريما؟ اكيد بدنا نتجوز، شايفتين القد واطي يعني. لا مش قصدي، بالعكس عن جد نيالة فيك، بس انه بتعرف صعب بهالايام تلاقي البنت شاب بيحبها هالقد. بديك الحقيقة أنا نيالي فيها عن جد أرزة بتجنن. خبريني أنت شو أوضاعك؟ أنا؟ ليه عم تسأل؟ إنه بالأملية هلا بحكمة نشتغل مع بعضنا ولا؟ إنه ما في شي بوي فريند هيك من هون لهون؟ يا حسرة ننلي. ليش شو ناقصك أنت؟ يخز العين عنك مثل القمر أنت ريما. ها؟ أنا مثل القمر؟ عن جد هيدي شهادة بعتز فيها كتير. هلا كانت ناقصتك هالشهادة مني ليصير عندك ثقة بنفسي؟ لا يبدو أنت مش مضوية الضوء الأخضر كرمال الشباب يطحشوا. وكعتيني الضوء الأخضر والأحمر والأزرق وكل شي في عضوية بالعالم، مش عم بحس فيي. بس المهم في حدا هلا. في حدا، بس أنت بليز قلي شو بعمل ليحس فيي. والله هيك أنتو أدرى، البنات أدرى بأمورهم. يعني برأيك لازم الوحدة تعمل شيء لحتى الشاب يحس فيها؟ لا مش ضروري، انه الحب ما بده حسابات يعني. فجأة هيك بتصير الشغلة، عين بتجي بعين. أول مرة التقيت بأرزة ما شفت أمي، خلينا نطلب شيء. سوري عن جد سوري. ماتر بليز شو بتشربين؟ ألو سلام، هيدا الحقير ناوي يتجوزها. يا عمي بيضل يحكي عنا قدامي ويتغزل فيها. شو روقي روقي، عم بقلك ناوي يتجوزها.
بعرف اذا انطبق، بس يمكن سمع رنه موبايلك جوا. مش متاكده، كان لازم تطفي له. سلام يا الله. طيب قولي لي هلا شو بعمل؟ لا بعدني تحت بيتك. طيب اوكي طالع. ما لقيناها للمرة. يي شو يعني؟ اخذتك على الفاضة؟ انه شو بعمل؟ هيك صار. بس كتر خير المخلوقة هلا عم تحاول تساعدني. عم تحاول تساعدك؟ كيف؟ بالهجرة؟ بالسفر؟ انه تترك بلدك وتفل؟ هيك بتكون عم تساعدك كمان؟ ولك يسلم لي بس يعصب ما احلى. مش طايقتها يا ريما انا. هلا روق شوي يا ابو العم الطيب. مش معقول كي بتضلها متحوشه فينا، نهار ما في محلات على الطاوله، ونهار بدها تاخذك مدري العدمين لحتى تساعدك، ونهار مدري شو، ونهار مدري كيف، مش معقول. او شو يعني؟ يعني عم تحركش فيك، بالعربي مشبرح. انا؟ ايه انت. شو؟ عم بتغار علي؟ وليه ما بدي غار عليك؟ اعترفي انك بتحبيني. بعترف انك بتحبني. مضيع اعترافي. صدقة اعترافك قانوني. طبعا. انا معقول ما حبيك؟ مجنونة انت. انت حياتي، عمري، انت مستقبلي. لك انت، انت قمر مشغرة. ها قلت بصوت عالي. لك انزال جرسنا انزال. بامرك معلمتي. من يوميتي زبون بالاوتيل سألني ليه ما سميتي اهلك قمر مشغرة. والله مبسوطة بحالك كثير. عم تاخذي وتعطي مع الزباين؟ لا حياتي، انه بس سألني شو اسمك كمان. طب ليش سألك شو اسمك؟ شو عم تغار علي؟ وليش حتى لا مغار حياتي؟ اعترف انك بتحبني. بعترف انك بتحبني. امضي على اعترافك. انا اللي بمضي. انا ليش بدي امضي؟ انا بدي امضي، بدي امضي، بدي امضي. Housekeeping. بعتذر استاذ، دقيت الباب مرتين، برجع بعدين. لا لا خليك، انا بنزل. كيفك أزي؟ الحمد لله استاذ. حلوين الطربيش؟ كترانين، شكله خلف الطربيش الأول. هو الأصحاب الأجاني كل ما يعرفوني ببيروت بيتصلوا يوصوني على الطربيش، فاكرين الطربوش رمز لبناني. أنا هو فوكلار أكثر ما هو رمز. عم فكر أخذ لهم رمز لبناني حقيقي. شو بياخذ لهم برأيك؟ اخذ لهم حلاوة الجبن من طرابلس او كعكة بيروت او شو رايك اخذ لهم ارزي؟ شفتهم عم يبيعوا شتلات ارز صغيرة. بيعيش الارز برا؟ بقولوا انه الارز فيك تاخذها وبتعيش وين ما كان، بس شرط انك تاخذ معها شوي تراب من ارضها. انت جديدة بالاوتيل ارزي؟ لا استاذ، صار لي سنة بس كنت تحت بالمصبغ. لين واصلة بتعليمك؟ بعدني عم بتعلم، ثالث سنة محاماة. حلو محاماة. كيف تلحق تروح على الجامعة؟ واحد إذا بده يلحق بلحق، أخذت كورساتي بالليل. مش معقول حيوية الشاب اللبناني. بيتعلموا، بحبوا، بيرقصوا، بيتقاتلوا، بيعملوا مظاهرات، بيعمروا بلدهم. وبيهاجروا وبيعمروا بلاد غيرهم. عظيم. شعب الفينيق. الو يلا نزل. أرزي انتبه على حالك، انا يمكن اليوم بعد ظهر سافر. خاطرك. الله معك استاذ، توصل بالسلامة.
حياتهم. رايح بعد شوي امتحاني انا. يلا الله يوفقك هيدا. ادعي لي ما يلتغي مثل المرة. لا ان شاء الله تكون مسهلة هالمرة. يلا يعطيك العافية. ذات ملعب نادي النجم الرياضي في منطقة المنارة، دوي الانفجار الذي سمع على امتداد العاصمة بيروت أحدث أضرارا مادية كبيرة في المرافق السياحية المحاذية لملعب نادي النجم، إضافة لتحطم زجاج واجهات المطاعم والفنادق. نشكر الله نشكر الله. ما انا عرفت يكون طاير عقلك هلا، بس الدنيا كلها مكركب. شفت الانفجار على التلفزيون، جربت احكيك كان مقطوع الخاطر، حموت كنت. انتو صار شيء انكسر عندكم هون بالبيت؟ لا ما في شيء، انت تمام؟ ايه بس الدنيا كلها. نشكر الله. حياتي انا خفت عليك يا حياتي. بروح ناكل لقمه؟ ايه اوكي، بس بدي اخبر الماما شو بالك. طيب يلا. أرزي شو رأيك نتجوز قبل ما نموت على غفلة؟ أرزي كيفك؟ أنا رجا. رجا؟ مسيو رجا؟ كيف عرفت رقم تليفوني؟ مش مهم كيف هلا، طمنينا عنك. من وين عم تحكي؟ صرت بأمستردام، بس هلا سمعت بخبر انفجار، إن شاء الله مش قريب عليك. لا بعيد. كتر خير الله. شغل بالي عليك، قلت أكيد خفتي. مرسي كلك ذوق، بس ما قلت لي كيف جبت رقم تليفوني؟ أرزي ببقى بحكي معك، يا ريت بكره تشوفي مدام لميا، تركت لك معها شغله. شغله شو؟ بس تشوفيها بتعرف. تبعها حالي. ما قلت لي كيف؟ الو؟ الو؟ ايه شو بده هيدا؟ بعدين كيف عرف رقم تليفوني؟ مسيو رجا نيال اللي بحبه قد منه إنسان كريم. إيه شو يعني؟ يعني إنسان جنتلمان كتير، على طول تيكرمنا بيجيب لنا هدايا، بس أبداً ما بيترك مصاري.
اوقات بيجيب اناني برفان، اوقات بيجيب فولاذ حرير مثلا. ليش حضرته شو بيشتغل؟ بزنس مان كثير مهم. رح جن، كيف عارف نمرتي؟ مو هيدي مش صعب عليه، بكون اتصل بابن خاله وابن خاله عطى نمرتك. ابن خاله؟ ما مشو فريد صاحب الاوتيل، بكون ابن خاله لمشو رجا. اه خواجه فريد. اه حلو كثير الجرثه. طيب ليه بده يتصل فيي؟ يا عمي بركي معجب وحب يعبر. وكيف تفتحي هالعلبة رح تفقعي لي قلبي. واو بعقد. معلي ست لمنه بدي اعزبك، لما تشوفيه بترجعي له الهديه وبتقولي له انه انا ما بقبل هدايا من اغراب. ليكي انا ما خصني، خليها معك ولما يرجع تبقى ردي له اياها. يلا حيرو كله. أجيبوا معكم باسبوراتكم أنت وأرزة. في أوتيل كبير بدبي رح يفتح بعد شهرين وبدهم موظفين. ابن عمتي ماسك منصب كبير فيه وطلب مني أبعت أوراق كل اللي بحبهم، وأنت فيك تروح لبينهم السفارة الكندية يردوا لك خبر. شو رأيك؟ وحياة أمك عم تحكي مزبوط؟ وحياة أمي، وحياة حبيبتي نادين. وأنا وحسام رح نخطب قريباً ونسافر مع بعض. شباب أحلى مبروك لأحلى عشاء. مبروك. حياتي أنا كمان يا حياتي، ما من ساعة كنا مع بعض، وين بدك تشوفني؟ هي يلا جاي. ولك حياته اللي خرجوا يمشوا على البوديوم. يسلم لي أنا. لحقت تشتاق لي؟ طبعا حياتي لحقت تشتاق لي. جهزت صورة الباسبور؟ جهزتها. طب شو بنا هلا؟ كمان هيدي السفرة مش موافق عليها؟ حياتي هيدي ما بتطول كتير، سنتين ثلاثة وبنرجع. ايه ما قلت شي. شو ليه ما عم تردوا؟ هاي بنت ما بحب رد عليها. إذا حلوة أنا بحكي معها، حياتي. لا كمير بليز. أوكي. كنت عم بمزح. لا بس هاي البنت بالزيت انا ما بحب رد عليها. اوكي حبيبتي. شو رايك نروح نجيب لك الساندويتش؟ البابا رجع على البيت ما بدي اتعوق. حياتي بك شيء؟ شكلك موتره هاليومين. لا بس يمكن كرمال السفره او الحاله. ارزي هيداك اليوم لما حكينا عن الزواج ما كنت عم بمزح معك. شو رأيك نتجوز الأسبوعين الجايين؟
صدقني حبيبي، أنا مستعجلة إنه نتجوز أكتر منك، بس مش قبل ما نخلص جامعة. على القليلة بدنا سنتين ثلاثة فت خبز لنقدر نوقف على إجرينا ونفتح بيت. إذا مشي حالة سفر دبي لازم نروح لهونيك مجوزين حياة. إن شاء الله. الو مسيو رجا، مو معروف بالنسبه للهديه اللي بعثت لي اياها، انا ما كثير حبيت الفكره وبتمنى منك ما وقت بعت لي هدايا، وبليز اذا بتريد ولما ترجع ارجع ردر لك اياها. اسمعيني يا بنت الناس، تتذكر لما قلت لك انه المره الجايه بدي اخذ معي عرزي؟ انت بتعجبيني، بدي اطلب ايدك للزواج. ايد البنت المكافحه اللي بدها تصير محاميه بترفع راس. إن شاء الله بتتعرف علي أكثر. أنا ما بعرف أحكي حكي رومانسي، بس بتمنى تفكر بالموضوع. أوقات الواحد بحس بأشياء ما بيعرف كيف وليش. يا مسيو رجا، ما بقى تقولي لي مسيو رجا، تبعي على حالك. حلو كتير. لا كتير. شو؟ مبسوطة بالشغل؟ كتر خير الله. سمعت انه انت وكميل بدكم تقدموا اوراقكم مع حسام ونادين. ان شاء الله. خبرني كميل لما ظهرنا وشربنا قهوة سوا انه انت منك مشجعة على السفر. غيرت فكري وعم فكر نتجوز قبل ما نسافر. عقبالي كريمة. مرسي. انا حطيتها في الحمام، بتروح فين يعني؟ بتطير؟ يا مدام صدقيني انا بعدني هون، بعد ما فتت على الحمام بعدني عم رتب الاوضه. مدام فتش عليها منيح، يمكن وقعت منك بشي محل. فتشت وانا متاكده اني تركتها على المغسله. خير؟ شو في؟ كميل تعا بسرعه، التالت ارزي واقع بمشكله. يلا بسرعه. تركتها على المغسلة وطلعت ورجعت ما لقيتها، مين فات على الغرفة غيرها؟ شو أرزة؟ يا أستاذ بعد ما فتت على الحمام ما بعرف شو عم فتشها ولا بعمل مشكلة كبيرة؟ طولي بالك مدام، بهدوء. أرزة بضطر إني فتشك. شو في؟ Thank you.
هيدي الساعة مدام؟ الحقيقة من أول ما أرزي نقلت على الطوابق هو وعم بيصير في نقص بالصابون والشامبوا والمناشف. سأل مدام أولغا، أنا قدمت لها تقرير مفصل عن هالشي وهي كلفتني بالمراقبة لبين ما نلقطها بالجرم المشهود، مشان هيك فتت عقودتها اليوم. هلا كلفتك تراقبيها بس واحدة؟ لا طبعا، كلفتني راقب كل البنات بالطوابق. مدام أولغا كيفك؟ معك سالم من أمن الأوتيل. كنت بدي أسألك شي. مريحة مش نظيفة، مش مرتاح لهالقصة. أرزي ما بتعملها، إذا شفتها بعيني عم تسرق ما بصدق. القصة كلها فيها شي غلط. كان بعد ناقصني انحط بهيك موقف كرمال شقفة حرامية. يعني ثبتت عليها؟ أكيد ثبتت عليها. وزيادة لقطوا بخزانتها صابون وشامبو. وحدة حرامية بلشت بالصابون ووصلت للذهب. مش مكافيين هدايا اللي عم تاخدها من الزباين ذهب. عن شو عم تتفلسف يا ريما؟ عن أي ذهب عم تحكي؟ كميل الله يخليك، اللي فيني مكفيني. روح سألها، أو إذا بقلك سأل مدام لميا، هي موجودة هون. أرزي، اجتني تعليمات من الأساس فريد صاحب الأوتيل إنه سكر على القصة. أنت هلا لازم تطبق راضك وتفلي. الزبون دايما على حق. بس أنا ما سرقت الساعة ولا الصابون والمناشف مثل ما عم تتهموني. أنا مني حرامية ما بسرق. بعرف، وهيدا إحساسي. يعني مصدقني؟ طبعاً مصدقك. طبعاً خبرتي بشغلة علمتني إني أعرف الناس من عيونهم، بس المشكلة الدليل، كيف بتثبتي الحقيقة؟ أنا هلأ حرامية بنظر الموظفين، وين ما بدي أروح أشتغل سمعتي سبقتني. بوعدك سيدي. السيارة. شو بدك بعد كميل؟ تركتني ومشيت؟ دغري صدقت اللي شفته؟ ما فكرت ابعد شوي؟ شو قصة الذهب؟ شو قصة الذهب وهدايا الذهب من رجا بيك؟ كيف بدي ارد له اياها؟ ليش ما خبرتيني القصة؟ خفت. ما بدي اياك تزعل. بعدين انا بعرف كيف اتصرف. بتعرفي عم بيتصل فيك بالليل ما هيك؟ ليتغزل فيك. هديك المرة دقلك بس استحيت تردي قدامي. انخجلت انك تردي عليه. ما بدك تخونيني بوجهي. مع مين؟ انا بعرف مع مين. مع اللي بيدفع اكتر؟ اسمعي لقلك. بدي اعرف الحقيقة كلها هلا. لما تروح تشرب قهوة مع ست ريما من يوم ورايح خليها هي تخبرك الحقيقة. اوكي اشربنا قهوة شو فيها يعني؟ قهوة قهوة. بس انت انا شو؟ حرامية وخاينة؟ هيك كنت بدك تقول؟ شفتها بعيني، شفتها بعيني. بتعرف شو مشكلتك كميل؟ انك ما بتوثق فيي. ما بتوثق بشي. ما بتوثق ببلدك، ما بتوثق حتى بحالك. لو عندك نتفة ثقة بحالك كنت عرفت انه أرزي ما بتعمل هيك.
كيف بدك نكفي عمرنا كله مع بعض وانت من اول مشكلة واجهتنا كبيت كل عمرنا ورا ظهرك؟ دهري صدقت اللي شفته؟ ما فكرت ابعد شوي؟ ما فكرت؟ ما بقى قادرة اتحمل، تعبت تعبت. أرزي بوعدك انسى كل شيء، بس خبريني الحقيقة. معك فراتة حبيبي؟ جايب الجاكيت. روم سيرفيس. تفضل. وبس بدنا نشتغل لشيء غريب، لشيء عنريل يعني منه واقعي، فينا نشتغله بكل سهولة. يعني ممكن نقول انه تصاميم المصمم اللبناني عقل فكي هي مش بس للعرض ولكن ممكن اي سيرفيس تبتديها. اشتكى